بحضور رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي السيد محمد حنزاب والسيد موريزيو بيريتا رئيس رابطة الدوري الإيطالي للمحترفين لكرة القدم، عقد في مقر رابطة الدوري الإيطالي مؤتمر صحفي تم فيه الكشف عن تخصيص يوم واحد سنويا للاحتفال ببرنامج أنقذ الحلم، وذلك تزامنا مع إحدى جولات الدوري الإيطالي الممتاز من مباريات الجولة 33 لهذا الموسم. أعلن المركز الدولي للأمن الرياضي ورابطة الدوري الإيطالي للمحترفين عن مبادرة مشتركة بين الرابطة وبرنامج أنقذ الحلم، تم الكشف فيها عن فعاليات الاحتفال الفريد من نوعه. سيدخل مجموعة من الأطفال برفقة لاعبي الفريقين في مباريات الجولة وهم حاملين لافتات تحمل شعار أنقذ الحلم. أنقذ الحلم هي يعني برنامج توعوي لإرسال رسائل للأطفال عن الرياضة وأهمية الرياضة والقيم الرياضية تحدث في إيطاليا وفي الدوري الإيطالي. هذا مهم بالنسبة لنا لإرسال رسائل إيجابية من خلال مباريات الدوري الإيطالي. احنا سعيدين أن جميع مباريات الدوري الإيطالي لمدة يومين تحت مظلة سيف ذا دريم أنقذ الحلم، وهي مبادرة انطلقت من قطر. إنها قيم عظيمة نشارك فيها وبقوة ونشجعها، وهذه الاتفاقية التي تستطيع إرساء قيم وقواعد الرياضة الحقيقية. برنامج أنقذ الحلم يهدف لرفع مستوى الوعي بين الشباب الرياضيين وتثقيفهم وتلقينهم بالقيم والمبادئ الأخلاقية التي تنطوي عليها الممارسات الرياضية، وتعد هذه المبادرة خطوة هامة لوضع أهداف المشروع النبيلة موضع التنفيذ على أرض الواقع بين الشباب الإيطالي ومن خلال دوريات أوروبية شهيرة تحقق متابعة جماهيرية عالية، ليتسنى للجماهير التي تحضر مباريات الجولة 33 للدوري الإيطالي مشاهدة مقتطفات مصورة عبر شاشات الملاعب الإيطالية للترويج لبرنامج أنقذ الحلم تكريسا لحملة النزاهة الرياضية وإرساء المبادئ الأخلاقية في الرياضة. ولمعرفة المزيد عن برنامج أنقذ الحلم نستضيف في الاستوديو السيدة سهام العوامي مديرة مشاريع مركز الأمن الرياضي. أهلا بك سيدة سهام معنا في الاستوديو. خصص الدوري الإيطالي المسمى بالكالتشيو في هذا اليوم كيوم أنقذ الحلم، هل لك أن تخبرينا أكثر عن هذه الفكرة، فكرة يوم أنقذ الحلم في الملاعب الإيطالية؟ أولا شكرا على الاستضافة. اتفاقية المركز الدولي للأمن الرياضي مع الكالتشيو الإيطالي هو طبعا نجاح كبير لبرنامج أنقذ الحلم، وهو طبعا شراكة بين المركز الدولي للأمن الرياضي واللجنة الأولمبية القطرية، وهذا يعني يوم أنقذ الحلم أصبح أكثر من يوم، هو من أمس واليوم وغدا وبعد غد حيكونوا كل البرامج، طبعا كل المباريات سيتم فيها عرض الفيلم اللي شفتيه في التقرير، وحيكون طبعا هذا ما كل الوسائل الإعلام وكل ما في إيطاليا تحدث عن هذا اليوم، وهذا يعزز اسم دولة قطر الحبيبة في إيطاليا وفي أوروبا وفي العالم كله. بما أننا ذكرنا وسائل الإعلام الإيطالية، نريد أن نعلم منك كيف تفاعلت وسائل الإعلام الإيطالية مع هذا اليوم؟ بشكل هائل وكبير صراحة، ما تم يعني كل الراي، محطات الراي أو محطات سكاي أو الجرائد والمجلات والتوك شوز، البرامج الحوارية كلها تتحدث عن أولا برنامج أنقذ الحلم وعن هذا يوم أنقذ الحلم، وبالتالي دائما يتحدثوا عن دولة قطر لأن المركز الدولي للأمن الرياضي طبعا وشراكتهم مع اللجنة الأولمبية القطرية هم في دولة قطر، والكل يتحدث عن هذا الموضوع. وغير ذلك بعد عندك كل يعني المشاهدين تقريبا 15 مليون مشاهد بيشوفوا هذه البرامج، بالإضافة إلى 250 ألف مشجع في الملاعب في نفس الوقت حيشوفوا هذه الحملة أو طبعا الشاملة يوم أنقذ الحلم. هل من مشاريع مستقبلية أو شركات مستقبلية أخرى لبرنامج أنقذ الحلم؟ طبعا برنامج أنقذ الحلم في موجود في كل العالم، وحاليا طبعا هناك كان في الشراكة مع اللجنة، أولا اللجنة الأولمبية القطرية، بعدين اللجنة الأولمبية البرتغالية والإيطالية،
واتحاد الكرة الإيطالي يعني إن شاء الله واليونسكو وكثير يعني عدد يحتاج لنا كثير أن نعد المؤسسات أو الربحية وغير الربحية اللي هي طبعا لها شراكات مع برنامج أنقذ الحلم. نعم سيدة سهام العوامي مديرة مشاريع مركز الأمن الرياضي، شكرا جزيلا لك. أشكرك. في الجولة الختامية من دوري نجوم قطر لكرة القدم، هبط نادي الريان إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على